إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: هل أتى على الإنسان حين الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، آمين اللهم آمين. أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، للتو قبل أن أصعد المنبر جاءني شاب لطيف متحمس لدينه ولنشر الخير، وأخبرني أن معه رجلاً أجنبياً من رومانيا يريد على عجل وقبل الخطبة أن أدله على الإسلام، أن أحدثه عن العذاب.
قال لي حدثه عن العذاب وهذه الأشياء حتى يسلم. وهذا بالضبط وتماما أيها الإخوة عكس وضد ما جئت أحدثكم عنه، عن الرحمة وليس عن العذاب. ومن أراد أن يدل على الله فليدل على الله تبارك وتعالى من باب الرحمة لا من باب العذاب، من مدخل الرحمة لا من مدخل النقمة أيها الإخوة، خاصة وأننا في شهر رمضان الذي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. كيف نضل عن هذه المعاني؟ كيف نضل وكيف نتيه وكيف تغيب عنا هذه المعاني؟ ببساطة أنها تغيب، لأنها غائبة بمعنى أو بآخر، غائبة بمعنى أو بآخر. والموضوع أيها الإخوة المرشح أكثر من غيره لنبدأ فيه ونعيد ونكرر الحديث وباستمرار هو الرحمة. أكثر موضوع بعد وحدانية الله أيها الإخوة مرشح للقول والكلام وللتناول المستمر المتكامل وفق مفاهيمنا وخبراتنا التكاملية موضوع الرحمة الإلهية. وقد اقترحت مرة على هذا المنبر الكريم أنه ينبغي علينا أن نعير كل تأويل وكل تفسير وكل فهم للدين في باب النظر وفي باب العمل بمعيار واحد كلي وشامل. إلى أي حد وإلى أي مدى أيها الإخوة والأخوات يتسق هذا الفهم والتأويل والتفسير مع رحمة الله تبارك وتعالى؟ إلى أي حد يحقق رحمانية الدين ورحمانية الشريعة ورحمانية المفسر نفسه والمؤول أو رحمته بالأحرى؟ لأن الرحمن من اسم الله تبارك وتعالى، رحمته وليس رحمانيته. إلى أي حد؟ كل ما اقترب من ذلك فهو صحيح أيها الإخوة وفق درجته في القرب من الرحمة، وكل ما ابتعد فهو باطل، حتما باطل أيا كان القائل به ولو كان أعظم الأئمة، لابد أن يكون تأويلا باطلا. هكذا نفهم ديننا أيها الإخوة، هكذا نفهم كتابنا وسنة نبينا. رحمة الله تبارك وتعالى أيها الإخوة، والحديث في الحقيقة ليس عن رحمة الله بمقدار ما هو عن رحمتنا نحن وعن تراحمنا نحن بني آدم النوع الإنساني، لكن رحمة الله تبارك وتعالى لسعتها وتغلغلها وعمومها وشمولها تورث بعض الناس، لا أقول كثيرين، لكن بعض الناس شكاً وارتياباً، لأنها لا تتفق أيها الإخوة ولا تتسق مع مقاساتهم، مع مقاسات إدراكاتهم ومفاهيمهم. ما هذه الرحمة التي تتسع لكل خلق ولكل وجود ولكل موجود، تتسع لكل أسماك البحار والمحيطات وهي بالبلايين المبلينة، فروخ السمك وفلوسه كثيرة جداً، رحمة تلاحق كل فلس من هذه الفلوس، أبناء السمك الصغار، صغار السمك، فلوس السمك، نعم، تلاحق النمل والذبان والنحل وسائر الحشرات، نعم، تلاحق الدود، دود الأرض، كل دودة دودة وهي بالبلايين في التربة وعلى الأشجار، نعم، تلاحق أعشاب الأرض عشبة عشبة، خذ أي عشبة صغيرة، نعم، مرحومة مرحومة تهمي عليها رحمة الله تبارك وتعالى. هنا ينفسح مجال للشك والإلحاد، مستحيل، ما هذا الكائن، ما هذا الوجود العلوي الذي يلاحق كل هذه الأشياء؟ يبدو أنه أسهل على عقلي أن أقول هذا شيء اتفاقي وعرضي متروك لنفسه ومتروك لفوضى الطبيعة تعتمل فيه، ولا تحدثني عن رحمة تخص كل دودة وكل سمكة وكل عشبة. يلحدون طبعاً، هو الآن أحل نفسه محل الله تبارك وتعالى، لكن منظوره ليس إلهياً، منظوره لا يزال إنساني، عقله لا يتسع لأن يفهم هذا الشيء. كيف يفهمه؟ وخاصة إذا لم يكن عبداً رحيماً، إذا لم يكن منظوره العتيد والأول والأعمق أيها الإخوة هو الرحمة، لا يفهم هذا ويلحد، ولذلك هو شقي، ليس بإلحاده، شقي قبل أن يلحد، وإنما شقي أيها الإخوة فألحد لأنه شقي بخلوه من الرحمة، أساس شقائه خلوه من الرحمة، لذلك لا يفهم وينكر
ومن هنا ما هي الكائنات المرشحة أكثر منا وذوات المناظير الأوسع لكي تدرك كيف تهمي رحمة الله على كل خلق؟ الملائكة، ليس الإنس ليس الجن، الملائكة، حتى ليس الأنبياء، الملائكة. لماذا؟ لأن الملائكة تدبر شؤونات الخلق. هناك ملائكة تختص بالأرزاق أيها الإخوة، وبالأمطار، وبالنماء، ملائكة وتوزن هذه الأشياء، تنزلها بأمر الله، هي مأذونة وبإذن الله بميزان. ملائكة موجودة، قوة غيبية، قوة إلهية. ملائكة مختصة بالحفظ، حفظ الكائنات، حفظ حيواتها، تحقيق أمنها، المعقبات، الله سماها المعقبات، وهكذا. ولذلك الله في أكثر من سورة، في أكثر من مستهل سورة يقسم بهذه الأصناف والأنواع من الملائكة، والذاريات ذروة، فالحاملات وقرى، فالجات إلى آخره، والنازعات غرقا، والناشطة نفسا، الملائكة يقسم بها تبارك وتعالى. هذه الملائكة مرشح أكثر منا من خلال منظوراتها التخصصية مهنيا أن تدرك رحمة الله أكثر منا. ولذلك على لسانها أجر الله تبارك وتعالى هذه الضراعة المبتهلة أو هذا الابتهال الضارع: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. هذا مقول الملائكة، الملائكة قالت هذا، ليس البشر، ليس الأنبياء، ليس الإنس، ليس الجن، الملائكة. ربنا وسعت، لأنها ترى هذا كل لحظة. قرأت لمهندس من المملكة السعودية، كثر الله من أمثاله، هذا المهندس حدث انقلاب وانعطاف كبرى في حياته، في حياته العملية. بسبب ماذا؟ ذهب إلى مكان معين يعمل فيه، ينقب على البترول، مهندس بترول، وهناك اتفق أيها الإخوة أن صخرة صغيرة انفلقت بين يديه في أثناء العمل، فإذا به يفجأ. وهذا اتفق أكثر من مرة عبر العصور، لكن هذه قصة حديثة جدا، وكتب عن نفسه قبل أيام. انفلقت الصخرة الصغيرة، حصل حجر صفوان أيها الإخوة، صلدنس، صلب، فإذا فيه دودة وعندها أقل من قطرة ماء وشيء أخضر. حصل له حالة تجلي إلهي، الرجل هذا تغيرت حياته بالكامل بما رأى. كيف؟ وسعت كل شيء رحمة وعلما، رحمة وعلما. معنى أن يرحم الله خلقه وأن يسع كل خلقه رحمة، معنى ذلك أنه لا بد أن يحيط بهم كلا وكل كل، يعني واحد واحد أيها الإخوة، على جهة الاختصاص والتمييز علما. لأن الرحمة معناه أن يرعاه، أن يربه، أن يرقيه، أن يحفظه، أن يزوده، أن يمده إلى آخره، وهذا يحتاج إلى علم. لذلك وسع كل شيء رحمة وعلما، وعلما. لا يمكن أن يكون رحمن كل شيء ورحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ولا يكون قد وسع كل شيء من قبل علما. لكن كان حق العلم إذن أن يقدم على الرحمة، فتقول الملائكة وسعت كل شيء علما ورحمة. لما لم تقل كذلك؟ قالت رحمة وعلما، لأن هذا الوجود وكل موجود إنما خرج أيها الإخوة من ظلمة العدم إلى حاق الوجود، إلى ساح الوجود، لا بالعلم بمجرده، وإنما العلة الأولى والأكبر بالرحمانية، بالرحمانية، ويدبر ويرعى وأعد وهوي بالرحمانية. ولذلك الرحمن على العرش استوى، لا إله إلا هو، يدبر هذا الخلق كله ويهيمن عليه ويرعاه برحمانيته، وهو فيض رحمانيته. ولذلك أقصر طريق إلى الله وأسهل طريق وأوضحها بتأنيث الطريق، وهي الأفصح والأخرى فصيحة أيها الإخوة، الرحمة. الرحمة أن نكون رحماء، أن نحاول أن نوسع حظنا وقسمنا أيها الإخوة ونصيبنا من الرحمة. لكن هيهات، في نهاية المطاف الواحد منا لا يستطيع أن يتحدث عن رحمة الله وأن يدرك من رحمة الله وأن يستشعر من رحمة الله وأن يرى من رحمة الله إلا بمقدار ما لديه من رحمة. معضلة، هذه مفارقة كبرى. أنت مدعو أن تتأمل في رحمة الله وأن تتملى تمظهرات وهيمان هذه الرحمة في الكون. الكون هائم في رحمته، والرحمة هائمة بكون الله تبارك وتعالى. وفي الحديث المخرج في الصحيحين وفي معظم دواوين أهل السنة وكتب الحديث، إن لله تبارك وتعالى 100 رحمة أرسل واحدة منها، في رواية أنزل وفي رواية أرسل،
أرسل واحدة منها في خلقه فبها تتراحم الخلائق، فبها تتراحم الخلائق. حتى أن الدابة أيها الإخوة في رواية الفرس، الدابة ترفع حافرها لئلا تطأ فصيلها أو ابنها ولدها، دابة عندها رحمة. وادخر لعباده 99 رحمة يرحمهم بها يوم القيامة. شيء عجيب، كيف ندل عليه بالعذاب؟ حدث الناس عن عذابه حتى يسلموا، لن يسلموا، حدث الناس عن رحمته حتى يخجلوا، لأننا نستشعر هذه الرحمة. هذا الحديث الشريف أيها الإخوة المخرج في الصحاح قد يلهم عالما من علماء النفس أو علماء الاجتماع، وخاصة علماء النفس، يقول عجيب، يعني محمدكم يزعم أن الرحمة منزلة مرسلة، شيء مخلوق، يعني مش كلتوري، مش كلتشر، لا مش كلتشر، ومش تربية، مش تربية، شيء إلهي، شيء إلهي موجود في الداخل. هل هذا حق؟ حق، حق مثلما أنكم تنطقون، حق. هذا الشيء خلقه الله وأنزله وأتاحه، ولولا هذا الشيء أيها الإخوة لفني الوجود، لأكل كل شيء كل شيء لمجرد الانتقام أيها الإخوة. لكن هذه رحمة مرسلة موجودة. البشر يعانون من قلة الرحمة أيها الإخوة، حروب والمجاعات والفيضان والتوزيع اللامتكافئ للثروة، ضروب الاستعمار المقنعة والسافرة عبر التاريخ، مستمر مستمر، حصل تطور كبير بفضل الله وإيجابه، ولكن هذا مستمر. أنانية الإنسان، إذا مت ظمآن فلا نزل القطر، أنا وليكن بعدي الطوفان. الآن هناك أجيال بالذات في العالم المتقدم الغربي، وهذا بدأ هذا النمط في التفكير وهذا النمط في الرؤية الكونية والرؤية الوجودية، للأسف بدأ يشتاه عوالم حتى المسلمين، ما يسميه علماء الاجتماع في الغرب هنا جيل أو أجيال أنا وبعد الطوفان، يعبر عنه بقول The Me Now Generation، اسمه The Me Now Generation، أنا الآن وهنا وبس، مصالحي أنا وبس، لا يفكر في أحد ولا في والدي أيها الإخوة، وأحيانا حتى لا يفكر بعضهم في أولاده، شيء غريب، يذهب يحضر فيلم في السينما يعود يرى ابنه الرضيع مات. حدث هذا في النمسا قبل حوالي 20 سنة، أكثر من 250 حالة في سنة واحدة في النمسا، كتبت عنها نيوز تقرير مخجل جدا، بسبب أنهم يذهبون يتمتعوا بالموفيز أو بالأفلام في السينما، يتركون الرضيع يعني بثلاث أشهر أربعة أشهر يموت المسكين. شيء عجيب، The mean now generation، أنا وبعدي الطوفان، هكذا نترجمها. البشر يعانون من هذا، لكن هل هذا أصيل في البشر؟ هل هذا طبيعي في البشر؟ هل يحق لنا بناء على هذا أن نقول كفرنا بالإنسان؟ أم يحق لنا أن نقول لا نزال نؤمن بالإنسان؟ أنا أؤمن بالإنسان، لأن الله قال إني أعلم ما لا تعلمون، الملائكة قالت هذا يفسد، يسفك الدماء، يقتل، يخرب، يدمر، مسعر حرب، موقد نيرانها، مزكي أوارها، لماذا؟ الله قال لا، إني أعلم ما لا تعلمون. هذا الإنسان رائع، وسيخرج منه أشياء رائعة كثيرة جدا جدا، تخرج الآن وتزهر وتخضار وتثمر بإذن الله تعالى. نعم، هنا في الغرب، في هذا الغرب هناك أناس رائعون جدا جدا، أتمنى أن أرى مثلهم في عالم المسلمين، ولدينا رائعون، لكن هنا أناس رائعون جدا، ويتحدثون بروعة ويسلكون بروعة عجيبة جدا جدا. أتمنى أن أسمع عن عالم دين من أمثالنا، عن رجل دين أيها الإخوة يفعل ما فعل، رجل دين أمريكي إريك وانن، صاحب الكتاب الأكثر مبيعاً ربما في القرون الحديثة كلها عدا الكتب المقدسة، أكثر من 30 مليون نسخة سالت عليه الأموال وورد وايد، على مستوى العالم بيع الكتاب أكثر من 30 مليون كوبيز نسخة، قال سالت عليه الأموال أطناناً، قال أطنان من الأموال، وأصبح من أشهر متحدثين حول العالم، أحيانا يقضي شهرا شهرين متصلين مئات الأحاديث حول العالم، الكتاب مدهش، والرجل قس راعي كنيسة ومثقف كبير أيها الإخوة، وإنسان عظيم حقيقة يحب ويقدر، كثر الله من أمثال هذا الإنسان، هذا إنسان أنا متأكد أمثال هؤلاء البشر يجعلون الله يذكر الملائكة، ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون، هذا إنسان أيضا، هذا من أبناء آدم، أنا أباهي بهذا. ماذا فعل هذا؟ إريك وارن، ومشهور هذا، حين انهالت عليه الأموال
الملايين، مئات مئات الملايين بسرعة، والشهرة أيضا في نفس الوقت. قال: الناس طبعا كانوا مصدومين، والكل يسألني كيف شعورك؟ قال: وأنا كنت مندهشا أكثر منهم، وكنت في لحظة توقف في حياتي، قلت: ماذا يعني هذا لي؟ شهرة على مستوى العالم، قال: لم أقبلها ولم أحبها، قبلها على مضض بعد ذلك، لا يريدها، لا يسعى إلى الشهرة. قال: ماذا أفعل بالشهرة؟ تأخذون حتى من نفسي وتربي أنانيتي وذاتيتي المتضخمة، لا أريدها. قال: ماذا أفعل بهذا المال كله؟ مئات الملايين، ماذا أفعل بها؟ ماذا أفعل؟ ثمن 30 مليون نسخة، الله أعلم بكم بيع الكتاب، 15 ب 20 دولار، شيء عجيب، كم يكون له من كل نسخة؟ الله أعلم. على كل، قال: وقفت هكذا وسألت: ما الهدف؟ ثم ماذا بعد؟ قال: واتفقت مع زوجتي، يا لها من زوجة رائعة، هذه زوجة القس، يا لها من زوجة رائعة. قال: اتفقت معها على التالي: هذا المال ليس لنا، انتهى، إذن لن نصرفه على أنفسنا. عجيب. نعم، وفعل هذا. قال: لا أزال اليوم أمام العالم في تيد، يحكي هذا في تيد بشكل واضح، مؤتمر المحاضرين الأعظم والأكثر التماعاً في العالم في تيد. قال: لا أزال أركب سيارتي الفورد 5 راكب كما هي، لم أغيرها، لم أغير سكني، لم أغير لباسي، أنا كما أنا، بل أتيت إلى كل مرتباتي التي تقاضيتها من كنيستي عبر 25 سنة، عبر 25 سنة، وأعدتها إلى الكنيسة، ثم عدت بأثر رجعي إلى العشر. في الكتاب المقدس يجب على كل مسيحي مخلص أن يدفع عشر ثروته للفقراء والمساكين وفي المشاريع الخيرية، أكثر من المسلمين 4 مرات، 2.5 ربع العشر، هم 4 مرات أكثر منا. قال: لم يكن عندي ما أدفع العشر، فجعلت أدفعه بنسبة تركيبية، أخرج كل العشر عن 30 سنة. قال: أخرجت العشر وبقيت مئات الملايين. قال: أطنان، يقول أطنان من الدولارات، أطنان. قال: بقيت، قلنا نفتح بها مؤسسات تعالج المشاكل الأكثر حراجة حول العالم، مشاكل الجهل والفقر والمرض، وخاصة السيدة أو الإيدز، وفتح منظمات حول العالم ووضع فيها النقود، ولا زال يعيش رائعا كما كان وكما بدأ. شيء عجيب، شيء عجيب. قبل يومين يحدثني أحد إخواني في هذا المسجد المبارك عن أخ عربي مسلم خسر تقريبا كل ثروته بعشرات الملايين، وسؤالي: ماذا كان يفعل بها؟ انتبه، ماذا كان يفعل بها؟ امتحان. ألقينا خطبة قبل أسبوعين عن الامتحان، كل شيء ابتلاء، انتبه. إذا آتاك الله تبارك وتعالى نفوذا، أصبحت شخصا نافذا، لا ليجعلك نافذا. تظن يعني أعطاك النفوذ حتى أنت تخيص، يعني تفرح في نفسك أني أنا نافذ، إنسان أصبحت ذا حيثية، يعني مستحيل أن الله يعبث هذا العبث. الله عز وجل يؤتيك النفوذ، يهبك السلطة والنفوذ لكي تتكلم باسم عذابات وحاجات وضرورات واحتياجات من لا نفوذ لهم، فقط هذا هو، انتبه، هذا الامتحان وهذا الجواب. إذا أتاك الله لسانا، عندك لسان، أنت صحفي مرموق، مذيع في الإذاعة أو في التلفزيون، خطيب على منبر، كاتب مشهور إلى آخره، تحدث لبق يسمع لك، أتيت لسانا وطلاقة وفصاحة وعلما وبيانا، لا لكي تهيص على نفسك بالعامية وتفرح بنفسك، أنك يعني ما شاء الله قس ابن ساعدة، سحبان وائل، يعني القرن 21، ليس هذا، أو ديموسين اليونان، خطيب العالم والعصر، لا لا ليس هذا، وكاتب العالم، هذا كلام فارغ، الله لا يعبث معنا هذا العبث، هذا عبث وسدى، وإنما لتتكلم بلسانك نيابة عمن لا لسان له. نعم، تنصفهم وتتكلم بصدق مهما كلفك هذا، أحيانا يكلفك حتى حياتك، تكلم وافعلها، افعلها، وإلا تكون رسبت في الامتحان، وهكذا في باقي الأشياء. ولذلك انتبهوا، لا تزول قدما عبد يوم القيامة، ما في انصراف إلى جهنم البعدة كفار الأبعدون، ولا حتى إلى الجنة، اللهم اجعلني وإياكم وإياكنا منهم، اللهم أمين، إلا بعد أن تجيب عن هذه الأسئلة، عن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. عن ماله إريخ وارن، هذا أجاب ممتاز جدا جدا. واحد يقول لي: إيه بس هذا كافر ورياء الناس، رياء الناس
أنا أقول لك أنت لا تفقه شيئاً، الذي يقول هذا لا يفقه شيئاً. تعرف متى يمكن الإنسان أن يرائي بأفعاله؟ حين يدفع القليل بطريقة اقتصادية أصلاً، طريقة مدخلات ومخرجات. أدفع القليل وأنتظر الكثير، بدفع 100 يورو وما شاء الله المحسن الكبير، بدفع 10,000 يورو، أنا عندي مليون مثلاً، 10,000 يورو وبحطوا لي لوحة رخام ساهم في بناء هذا الصرح الأكاديمي المش عارف إيه الأستاذ فلان الفلاني هيان ابن بيان، طبعاً كثير هذا، وأصطاد به بقية الأموال من الناس، وأخذ ثقة زائدة، التاجر الأمين، الرجل الصدوق ذو المصداقية، أتغول أموالهم. لكن حين أدفع كل ما لدي أو معظم ما لدي، مش ممكن، ليس هناك شيء في العالم يعدل هذا. جربوا هذا، كونوا أذكياء وشجعانا وجربوا هذا. بعض الناس قل له نحن سنخرج تقريرا إخباريا عنك في التلفزيون يا سيدي، عنك ونعمل لك بروفيل خاص وكذا عنك كمحسن كبير. أيوة، كم ثروتك؟ 100,000. ادفع 50. أقول مستحيل، بدي فيه تذهب التقرير الجحيم. ماذا لا أريد يا أخي، لا أريد، لا يريد. لماذا يخسر 50,000 لقاء تقرير 5 دقائق وعشر دقائق؟ لا يريد، لا يفعلها. كيف أدفع كل أموالي لقاء أصبح يعني إيه ما شاء الله شخص المشهور، الناس إيه تحييني تعظيم السلام؟ لا أريد هذا، لا يفعله. انتبهوا، أنت لا تفعل هذا، أنا لا أفعل هذا. نفعل مع القليل، الرياء يتطرق مع الأشياء القليلة. لذلك الإيمان والقيم والأخلاق والموقف وإنسانيتنا تختبر متى؟ مع العقبة الكأداء، فلا اقتحم العقبة، مع الشيء الكبير. وأنا دائما كنت أقول لديك مليون تدفع 10، كلام فارغ، لم تدفع شيئا أنت. كل فعل لكي يكون أخلاقيا لابد أن تشعر فيه بالمعاناة، يصير فيه تردد، فيه حساب، حتى نوع من الحساب. فأبو مليون يدفع 10، كلام فارغ، بدفعهم وماشي. لكن أبو مليون يدفع 100,000، 200,000، بدها حساب. هذه إيه خمس ثروته، ربع ثروته، ثلث ثروته، 330,000، 350,000، بدها. وحين يدفع هنا تتبرهن الإنسانية ويتبرهن الإيمان، والصدقة برهان. هنا البرهان، هذا البرهان، برهان حقيقي برهن إيمانه. طبعا ولا يمكن أن يعدل أيها الإخوة بهذا المال الطائي المدفوع السمعة التي يمنيه بها شيطانه أو نفسه وأهواءه. كلام فارغ، لا يريد هذه السمعة، لا يريد. هنا الإنسانية، هذه الرؤية، الرؤية الكونية، كيف ينطلق الإنسان، ما رؤيته، ما هي قيمه المحركة الحافزة أيها الإخوة. نعود إلى موضوعنا الرئيس، نقول نعم هذه الرحمة رحمة منزلة، هي عطية إلهية من رحمة الله بنا أنه هيأنا فطريا، هم يقولون هكذا فطريا طبيعيا أن نكون رحماء. النبي قال هذا، النبي قال هذا. كيف؟ هل هذا ثابت؟ هذا بفضل الله الآن ثابت علميا. ما رأيكم؟ في فرع كبير من علم الدماغ، من علم brain science، علم المخ، اسمه إيه؟ اسمه علم الأعصاب الاجتماعي، social neuroscience، علم الأعصاب الاجتماعي. علم الأعصاب الاجتماعي social، كيف يعني؟ كيف علم أعصاب اجتماعي؟ عجيب هذا العلم، علم لطيف يا أخي. لذلك أنا قلت لكم هنا تجري أشياء رائعة في هذا الغرب يا أخي المتقدم، غرب الحضارة والتقدم والمعرفة والبحث المشبوب المحموم، شيء عجيب، أشياء رائعة تقرب من شاء ومن كان له بصر ويقظة من لب الحقائق وجوهرها من طريق مختصرة جداً أيها الإخوة، يأخذ ويفهم ما لم يكن إيه مفهوماً. علم الأعصاب الاجتماعي إخواني وأخواتي يبحث في تعاطي الخلايا العصبية بين أدمغة متميزة، بين دماغي ودماغك، دماغها ودماغ أختها، ناس متميزين، مش يبحث في نشاط الجملة العصبية داخل إيه العضوية ذاتها، لا، بين عضويات، بين كائنات إنسانية مختلفة. واحد يقول لي يعني هذا الفيفي يعني إيه واسمها فعلا بسموها في علم الأعصاب الاجتماعي بشبوها بالويفي وايرلس فيدلتي، إيه وايرلس فيدلتي، هذا هو سموه بالألماني فيفي، تعرف الروتي هذا في البيت تحط الروتي وتجيب له، هو هكذا إحنا في عنا إيه فيفي ويفي يعني وايرلس فيدلتي موجود هذا في علم الأعصاب الاجتماعي. كيف؟ شرح مبسط جدا. اكتشف علماء علم الأعصاب الاجتماعي أيها الإخوة أن في أدمغة كل واحد منا نوعا خاصا من الخلايا أسموها الخلايا المرآتية أو المرآوية، ميرور نيرونز، خلايا العصبية المرآتية، ميرور شبيجل يعني نيرونز. كيف شبيجل؟ قال لك الآن أنت تمشي هكذا
تنظر في شخص، أول ما تنظر فيه خلاياه الميرور، هذه النيرونز العصبية المرآتية توحي لدماغك، ودماغه مباشرة ما أقول له في في تلتقط المحمول تبعك، يلتقط إيه الإنترنت، الإرسال وأنت قاعد من غير إيه وايرلس، لأنه شنور لوس. نفس الشيء الله خلق الإنسان هكذا، وهذا ثابت اختباريا مش نظريات، ثابت، هذه ثورة. تصوير الرنين المغناطيسي وغيره والبوزيترونات الممتصة، شغلات عجيبة تراها بعيني رأسك. يقول علماء نحن سعداء جدا الآن بهذه التقنيات الأكثر من متقدمة الهائلة الرائعة، لأنها بمثابة أعين نتبصبص أو نتلصص أيها الإخوة بها على الدماغ المعتم من داخل، نشوف كيف بيشتغل صرنا بنشوف عادي، وبعدين تترجم أمامك على اللوحة أشياء بالألوان، بترجموها بالألوان، هم ترجمة طبعا هذه حاسوبيا. طيب فتوحي لخلاياك المرآتية أو المرأوية لديك أنني كسير، أنني أعاني، معلوم، عندي مشكلة اجتماعية، فقير لم آكل من أيام، معتاز إلى آخره. تشعر بهذا تماما، قل لك مباشرة تشعر بهذا، نشعر ببعضنا. ولذلك ولا أقسم بالنفس اللوامة، هذا الأساس النيروني أو العصبي للضمير. إذا سقط كثير جدا من الحديث عن الضمير على أنه ابن الاجتماع وابن التربية وابن الثقافة، وأنه الضمير مش شيء ثابت وشيء متميز تماما ونسبي ومطلق، النسبية غير صحيح. في حد أدنى بؤري سنشال جوهري من الضمير موجود في النفس الإنسانية، هو الذي أقسم الله به. لماذا حين تنظر أنت في هذا الكثير وتمضي لشأنك تبقى تقريبا عبر ثنتي عشرة ساعة، أحيانا بعض الناس الحساسين يمكث معه أسبوع أسبوعين يؤنب نفسه، لما لم أخف؟ لما لم أعطيه شيئا؟ لما لم أتعاطف معه؟ لما لم أسأله عن مشكلته؟ لما 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 لما؟ طبعا لأنه هنا في خلاياك هذه المرأوية هذه لا تسكن، تعبان الآن هي، لأنها لم تلبي، لم تعطي الاستجابة، في رسالة لابد أن يجاب عليها، ليس كذلك؟ تبقى دائما تقدح في الدماغ. إذا نحن مخلوقون يقول علماء الأعصاب الاجتماعيين أو علماء علم الأعصاب الاجتماعي، نحن مخلوقون هكذا، مخلوقون، مفطورون، مهيئون، مبنيون أيها الإخوة لنتعاطف. يتحدثون عن التعاطف وعن التراحم وعن الانسجام، مصطلحات شديدة جدا جدا. compassion، compassion لابد أن يترجم بالتراحم، هذا تراحم غير شيء مختلف، compassion هذا شيء عميق جدا. هناك sympathy، هذا تجانس، أن تحاول أن تدرك مشاعر الآخرين، تدرك أنه مثلا تعبان الآن، محزون، ينوح المسكين، مكروث، مصاب، تدرك هذا، مجرد إدراكها لا يمس الشغاف. لكن إذا تقمصت حالته وصرت يعني تجاوزت حالة الإدراك إلى حالة الشعور والمعاناة، تشعر أنك تتألم كما يتألم هو، أحيانا أكثر منه، والله بعض الناس يتألم بالنيابة عن آخرين هم المألومون أصلا، بعض الناس يخجل بالنيابة عن آخرين، يجب أن يكونوا هم الذين يغرقون خجلا وحياء. هذا الشخص بسموه متعاطف تعاطفا حقيقيا، امباثي، التقمص الوجداني يعني، غير السيمباثي، موجود درجات. وهذا على فكره يحصل معنا بشكل فطري، بعض الاطفال، لاحظ هذا في ابنائك على فكره، في اولادك او حتى في اصدقائك ومعارفك، بعض الناس اذا راى رجلا مثلا يمشي واصطدم بحائط، ضرب راسه بباب بحائط بشجر، ماذا يقول؟ اوه مباشره لا شعوري، هذا شخص متعاطف، شخص رحيم. اوه احيانا أيها الإخوة يضع يده على عينيه لكي يراه، لا يستطيع أن يرى هذا الشيء، لا يستطيع. بعض الناس يتقدم أكثر من ذلك، مش بالإرادة، هو هكذا مهيئ لذلك، الله وضع فيه قدراً أكبر من الرحمة، أو هو نمى في نفسه هذا القدر بأساليب مختلفة، يشعر بالألم، هو كأن الألم في رأسه، هو يتألم حقيقة، يتألم. هذا نوع من التقمص الوجداني العميق جداً. الحركات هذه تسمى المحاكاة الآلية في علم النفس، محاكاة آلية، كأنه هو الذي اصطدم بالحائط. نعم، شخص متعاطف، هذا يدرك، يعيش، هنا باللغة الإنجليزية يقولون يمشي يعني في حذائي غيره، to be in one's shoes، يكون في حذائي غيره، one's shoes، هذا هو، هذا موجود إذن. وهذا من الرحمة التي أنزلها الله تبارك وتعالى علينا أيها الإخوة، الرحمة التي أنزلها علينا تبارك وتعالى، جوهر الدين تحقيق هذه الرحمة. أنا لا أمل أن أعيد هذه الأشياء لأننا نحتاجها تماما، نحتاجها تماما، نحتاج أن نتعمق فيها. كما قلت المفارقة، أننا مدعوون وندعو إلى هذا، لكن للأسف
لا يستطيع الواحد أو الواحدة منا أن يدرك أو تدرك من رحمة الله تبارك وتعالى إلا بمقدار ما لديه هو من رحمة. مش نظرية فلسفية، هذه نظرية بسيطة جداً جداً، وينبغي أن تكون مفهومة لكل واحد منا. كيف يا أخواني؟ عينا الفنان، عينا الشاعر تلتقطان من المشهد ما لا تلتقطه عين إنسان عادي، صحيح؟ نعم، اثنان يرين نفس المشهد، يعيشان نفس الحالة أمامهم الآن، لكن يكون للفنان خبرة ومردود أيها الإخوة من مواجهة هذا المشهد وهذه الحالة غير مردود الشخص العادي البسيط. والعادي البسيط يستغرب، عجيب، كيف أدرك هذا؟ كيف شعر به؟ لأنه فنان، لأنه شاعر. عينا العالم تعودان من المشهد بغير ما تعود به عين غير إيه؟ العالم. العالم يتنبه لأشياء نحن لا يمكن أن تثير فينا أي تنبؤ، أي معنى لا نفهمها. كذلك الشخص الرحيم، لماذا أيها الإخوة؟ الشخص الرحيم حين ينظر إلى الشيء، الكائن، الموجود، الخلق، إلى أي كان، يتقمص حالته ويشعر بحاجته. فإذا رأى هذه الحاجة قد سدت بوجه من وجوه السداد أيها الإخوة، أدرك ماذا؟ انهيال الرحمة الإلهية. يدرك، يقول عجيب، هذا من رحمة الله تبارك وتعالى، من رحمة الله، لأنه بتعاطفه أدرك حاجة الآخر، حاجة الموضوع الآن أيها الإخوة. فأدرك الرحمة الهابطة النازلة، وهكذا يتسع نطاقه، يتسع نطاقه. هل خطر لأحد منا أن يسأل نفسه لما هذا التحبيب والترغيب والندب والحث على السحور؟ نحن الآن في الصيام، شهر الصيام، تسحروا فإن في السحور بركة، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. يا سلام، الله يصلي علينا يرحمنا وكذا ويعطينا ويزل لنا لأننا نتسحر نتزود؟ نعم نعم، ليه؟ رحمة، رحمة، محبة إلهية. لا يريد الله، لا يحب الله لك أن تعاني، لا يريدك أن تصوم يوما طويلا شاقا، يقولك لا، تزود في آخر لحظات قبل الإمساك، تزود، اشرب ما تيسر، كل ما يتيسر سيكون الصوم عليك أسهل، أنا أرضى بهذا يا عبدي. الله أكبر، هذا الحب، هكذا نفهم الحديث من هذه الزاوية، هذا حب الله، رحمة الله بنا، وكلفنا أن نصوم أيها الإخوة من أجلنا. هذه خطبة الصيام السابقة، من أجلنا، من أجل أن ترتقي أيها الإخوة شخصيتنا، من أجل أن نستثمر في نفسيتنا، في ذواتنا. رحمة، هذه رحمة، من هذه الزاوية أدركناها أيها الإخوة، وإلا ما كنا ندركها. خلاص، أمر شرعي، تحبيب شرعي، أمر ندب يعني، وانتهى كل شيء. عشان نحصد حسنات؟ لا، مش عشان موضوع تحصد حسنات، ولك حسنات كمان، يرحمك ويحنو عليك ويلطف بك ولك، وبعد ذلك يعطيك أيضا حسنات على ذلك، يعطيك حسنات أنك رحمت نفسك، أنك اعتنيت بنفسك. هذا معنى عظيم جدا 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 يغيب عن كثيرين. ويليام جيمس في ألوام الخبرة الدينية من أروع الكتب في فلسفة الدين على الإطلاق، أتمنى من المسلمين والشرقيين أن يكتبوا كتبا أيها الإخوة في فلسفة وعمق معاني الدين كما يكتب بعض هؤلاء. للأسف لدينا سطحية حتى في فهم الدين بشكل عام. نحن كتاب عجيب من يقرأه، يقول: لم يصدف أنني تعرفت أو قرأت عن قديس في كل الملا والنحل لم يكن رحيما بكل شيء، ومن باب أولى قال، وبدرجة أولى، بنفسه. قال كل القديسين رحماء جدا بأنفسهم، متسامحون جدا مع أنفسهم أيضا ومع الآخرين. هذا هو، وهذا ما يريده الله تبارك وتعالى. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لا 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 لا، مش عشان هيك، إلا تذكرة لمن يخشى. قال لا، لا نريد إشقائك، نحن نريد راحتك، الراحة نريد لك. وحين ترى أنه يتعبك انتبه، فقط مشهد الحكمة غير متجل لك، لأن الحكمة واسعة بسعة العلم، وسأبسط هذا أيضا. وخطر لي اليوم وأنا في طريقي إلى المسجد أيها الإخوة، خطر لي أن تكثيف الحقائق في جمل تمثيلية بالذات، تكون تمثيلية مش تقريرية، تمثيلية، يؤثر في الإنسان تأثيراً صوفياً، تأثيراً عرفانياً، حتى لو كانت الحقيقة رياضية، فلسفية، موسيقية، فنية، دينية، أدبية. لماذا؟ لأن الحقيقة بطبيعتها وفي طبيعتها بسيطة ومكثفة ومركزة. الحق واحد عدده الجهل، العلم نقطة كثرها الجهل، هو هذا. لذلك سأكثف هذا بجملة واحدة على هذا النحو والطراز إن شاء الله. قطعاً أولادك الصغار، أولادي الصغار الذين لم يبلغوا الحلم، ليس لديهم لياقة أن يقيموا قيادتك للسيارة، صحيح؟
يعرفون هل يقود أبونا بشكل جيد؟ بشكل محترف تماماً؟ هل نحن في أمان؟ لا يعرفون هذا، ما عندهمش لياقة أن يعرفوا هذا. من أين يعرفون؟ هو إنسان حتى غير مدرب على السياقة لا يعرف هذا، صحيح؟ ولكنهم موقنون تماماً ومطمئنون أنك تحبهم وأنك حريص عليهم، فقط هذا هو. أنت الآن لم يبدو لك ولم تفقه لماذا نهاني الله عن كذا؟ لماذا أمرني بكذا؟ لماذا ألزمني بكذا؟ صح، لم يلح لك، ما عندكش اللياقة أن تعرف هذا، هذا يتبع العلم. أولادك ما عندهمش علم بالقيادة وفن القيادة، ما يقدروش، وأنت كمان ما تقدرش الآن. لكن ألست موقناً بحبه سبحانه لك، بحرصه عليك، بإرادته الخير لك؟ سلم، سلم، تسلم وتعش مطمئناً سعيداً بإذن الله تعالى. سلم، ستبدو لك الوجوه من بعد إن شاء الله تعالى. هكذا. إذن أيها الإخوة، الرحمة والتراحم، إذا أردنا أن نتكلم عن رحمة الله لابد أولاً أن نكون نحن رحيمين، لأنه من خلال رصيدنا من الرحمة نستطيع أن نطالع بعض رحمة الله. وفق رصيدنا، بمقدار رصيدنا من الرحمة، نحن نطالع ماذا؟ رحمات الله تبارك وتعالى، بس هذا هو. لذلك رحمة الله في عين كل واحد منا تختلف عنها في عين الآخر، أو في عين الواحد منا تختلف عنها في عين الآخر. من فضل الله تبارك وتعالى أننا لسنا قطة، ولسنا أسماكا، ولسنا حيوانات مدجنة مستأنسة، أننا بشر أبناء آدم. ما الفرق؟ ما الفرق؟ قلنا مرة إن السمكة في حوض الزينة الأكواريوم في بيتك تشعر، ويعرف من يربي السمك أيها على عينه أنها تشعر بصاحبها وبمن يغير لها الماء ويزودها بالغذاء كل يوم، تشعر بهذا، لكن شعورا محدودا جدا بلا شك هو أقل وأنزل وأوطأ من شعور ماذا؟ الهر، القط أو القطة في بيتك. القطة تشعر بهذا أكثر، تشعر بحبك، برحمتك، بعطائك أكثر من السمكة. طبعاً بلا شك هناك بون واسع بين شعور قطة وبين شعور ابنتك الصغيرة أو ابنك، يشعر بك أكثر من هذا. وكلما نما وكبر شعر إيه؟ شعوراً أعظم بحبك. هناك أشياء لن يختبرها ابنك ولن يشعر بها بحجمها أو بشيء قريب من حجمها إلا بعد أن يمر هو نفسه بها. الأبوة، الأمومة، الوالدية، حين يصبح هو أباً وتصبح هي أماً ولها أولاد وله أولاد، حينها فقط سيدرك كم كان أبوه يحبه. ما معنى تصرفات أبيه إزاءه في الماضي؟ سيفسر الماضي في ضوء ماذا؟ الحاضر. خلاص، هذا تفسير بأثر رجعي، يعني أنا سيفسر الماضي في ضوء الحاضر، بعيون الحاضر. ولذلك حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، صار له أولاد وربما حتى أحفاد، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ذكرت هذا المعنى من قبل على الأقل مرتين في الخطب، لكن أريد الآن أن أذهب خطوة أبعد عاد لكي لا أكرر نفسي، وأنا أكره التكرار. ما هي؟ نحن لسنا أسماكا ولسنا قططا، لا يؤمل من سمكة أن تشعر بحدبي ورحمة صاحبها شعور قطته بها، بهذه الرحمة لا يؤمل، مستحيل. والفوارق بين شعور أسماك الزينة على الأقل من نفس النوع تقريبا منعدمة، شعورها متماثل تماما، متطابق، صحيح؟ وكذلك بين القطط من نفس النوع متطابق. لكن هل الشعور أيها الإخوة بالرحمات، بالحنان، بالمعاني بالآخر بين أفراد النوع الإنساني متماثل متطابق؟ كلا. هذه ميزة الإنسان، بعض الناس يعجز حتى عن أن يشعر أيها الإخوة بأقرب الناس وأدناهم إليه من زوجة أو ولد، لا يشعر، عنده نوع من التبلد والعياذ بالله، والدوران حول نفسه بشكل محموم على مدار 24 ساعة، لا يرى إلا نفسه ولا يطلب إلا نفسه، نرجسي، نرجسي، عابد للذات. وبعض الناس صدقوني يشعر بالآخرين بطريقة لا يتصورونها هم. تتصور الآن مثلا هذا تجمع فيه ربما 700-500 من البشر، أن بعض إخوانكم أو أخواتكم في الليل مثلاً يذكر منكم ربما من لا يعرفه إلا بالوجه ويدعو له ويبكي لأجله. إيش العظمة هذه؟ هي عظمة، عظمة الإنسان اللي بيكون عارف بالله، عنده علاقة بالله، يتذكر مأساة هذا، حاجة هذا، هذا عزب غير مزوج، هذا فقير، هذا معيل، هذا كذا، هذا مات أبوه قبل أيام، هذه ماتت أمه، هذا كذا، هذا كذا، هذا الأخي. في بعض الناس أيها الإخوة العارفين الصلحاء العظام يكابد ويعاني حمل هموم وآلام
ألوف بل ملايين الناس، ما رأيكم؟ شخص واحد يفعل هذا، يفعل هذا وهو واسع لهذا، عنده من المدى والقدرة أن يفعل هذا بإذن الله تبارك. ما هذه العظمة؟ ما هذه العظمة؟ إذن الآن السؤال، النتيجة، ما درجة قرب هذا العبد من الله؟ لا يعلمها إلا الله، لأنه يطالع رحمة الله عبر مطالعته أيها الإخوة باحتياجات الكل وتباريح وآلام الكل ومشاكل الكل وضرورات الكل، يطالع هذا تماما. فهكذا هو قريب إلى هذه الدرجة من الله تبارك وتعالى. لذلك لو دعيت إلى إلقاء كلمة في محفل عالمي أيها الإخوة، والله أول ما سأركز عليه، سأجعله محور كلمتي، حديث عبدي مرضت فلم تعدني، عبدي استطعمتك فلم تطعمني، استسقيت فلم تسقني. هذا الحديث، هذا عجيب، أنا متأكد هذا سيهز وجدان العالم كله، سيقال هذا دين عظيم جدا عنده مثل هذا النص، عظيم جدا. لا تخلو الأديان كلها من نصوص مشابهة لكنها ليست مماثلة، ولا تقترب إلى هذه الدرجة بمثل هذا التكثيف، بمثل هذه المجازية، لا أقول الصادمة إنما الرائعة أيها الإخوة، تروع كل ذي ضمير وكل ذي نفس حية، فيها قبس من رحمة الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو. في التراث اليهودي مثلا قصة رائعة، يقولون أحد الأغنياء ذهب مرة إلى المعبد، إلى الهيكل، غني جدا هو، أبطرته النعمة ومنظره في الحياة بسيط جدا ومسطح، أنه غني، وهذا حال أكثر الأغنياء للأسف. فجلس والكاهن يلقي موعظته، أخذته إيه؟ سنة من النوم، صار النوم يغالبه، رجل بطين طبعا سمين كذا غني، ينام المسكين هذا الغني، كلما استفاق الكاهن يقرأ من سفر اللاويين، يسمع معبد ينام، يسمع الله ينام، يسمع خبز وطعام ينام. بعدين إيه؟ ختم الكاهن، استفاق الناس، استفاق الرجل هذا، حين قام الناس قال نعم، إذن فهمت ماذا يريد الله، الله يريد خبزاً أن أضعه له في المعبد، لكن لماذا يريد الله الخبز؟ قال وهو خلق السماوات والأرض، لا أدري، لكن هكذا أنا إيه انتهى إلى علمي، يعني سمع الموعظة وهو نائم طبعاً، 19 نائم، ذهب إلى البيت، صنع أرغفة أو أمر بصنع أرغفة ممتازة، ثم أخذها حارة سخينة ووضعها في التابوت، عندهم تابوت في المعابد اليهودية يفتح ويضع فيه إيه الصدقات والإحسانات، وضعه في التابوت ثم قفل راجعاً. وهو في طريق عودته جاء رجل حاجب المعبد وهو فقير جداً ومعيل، عنده عيال كثيرون، وبرحت به الخصاصة، جلس عند التابوت وهو لا يدري ما به، وجعل يضرع إلى الله، يا الله أنت تعلم حالي، أنت أغنى عن سؤالي، أنا فقير، أنا معوز، لدي أطفال كثيرون، ليس لدينا خبز ولا طعام ولا شراب، يا الله يا الله يا الله. ثم شم شيئاً طيباً لم يشمه من أيام، قال هذه رائحة خبز، يبدو أن الله استجاب دعوتي. بحث بحث ثم فتح، قال الله أكبر الله أكبر، استجاب الله دعوتي. أخذ الخبز وعاد به إلى بيته. وصل الغني إلى بيته، قال ما أحمقني، ما أحمقني، ما أقل عقلي وفهمي، الله خالق الوجود يحتاج إلى خبز، أنا رجل غبي، لابد أن أعود وأخذ الخبز. هذا إلحاد في أسماء الله. عاد وفتح، لا، قال يبدو أنه أخذه، لا أدري لماذا يريده، لكن يبدو أنه قبيله، فليكن، إذن سأزيده زبيبا. في اليوم التالي جاء بخبز وزبيب ووضعه، جاء الحاجب نفس الشيء، وكل يوم يبكي ويسفح الدموع، استجاب الله دعوتي، حقا يجيب دعوة المضطر، يأخذ الخبز والزبيب. قال أخذ الخبز والزبيب، سأزيد، زاد بعض الفاكهة وبعض المشروبات الطيبة الحلال، وهكذا. وظل الأمر على هذا النحو سنين، استمر سنين، الله يقبل صدقات هذا، وهذا إيه الله عز وجل يرفع دعواته الواجفة إلى الله، ممتاز. إلى أن تغير الكاهن في المعبد، لا ندري نقل أو هلك مات إلى رحمة الله، فجاء كاهن جديد رأى هذا المشهد من أول يوم، فدعا بهما، قال تعال أيها الرجل الغني، تعال أيها الحاجب. قال قصتهما عجيبة، أنت دائما تقول الحمد لله قبل الله صدقاتي، أخذ خبزي وزبيبي وفكهتي، وأنت تقول لب الله دعواتي، قالوا غير هذا لم يحدث. قال كيف أيها الكاهن؟ قال هذا الرجل يضع الخبز وأنت تأتي وتأخذ الخبز. فأصيب بصدمة، أحبط. قال غني، إذن أنا أحمق، ثبتت حماقي، فالله تبارك وتعالى غني عن العالمين وعن خبزي، والمسكين قال إذن لست بذلك الرجل الصالح، فالله لم يستجب لي دعوة واحدة حتى. فقال لقد أخطأتما كلاكما أيها هذا الرجلان، أو أيها الرجلان عفوا، أخطأتما كلاكما أيها الغني، ألم تعلم، ألم تفطن إلى أن وضعك الخبز والطعام وهذه الصدقات
بمثابة استجابة لأمر الله لنا أن نكون رحماء وأن نتواصل مع عباد المعاويز والمحتاجين؟ قال ربما. قال وأنت أيها الرجل الحاجب الفقير ألم تفطن؟ ألم تدرك أن الله تبارك وتعالى نعم قد أجاب دعوتك حقا وفعلا بأن يسر لك هذا الغني لكي يفعل ما فعل من أجلك؟ قال ربما. تختتم القصة بهذا الختام الجميل، ثم أخذ الكاهن بيد الغني قال له ألا ترى أن يدك هذه هي يد الله تبارك وتعالى؟ هذا السياق الإسلامي أجمل وأكثر تكثيفا. عبدي مرضت فلم تعدني. كيف يا رب؟ قال عبدي فلان مرض، لو عدته لوجدتني عنده. وهكذا الحديث معروف لكم جميعا أيها الإخوة. هذا جوهر التدين وجوهر الدين وجوهر القرب من الله تبارك وتعالى عبر هذه الصيغة الرحمائية أو التراحمية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا برحمته الواسعة ويوسع علينا ويغفر لنا ويتجاوز علينا ويسمح لنا وأن يتكرم علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. في المأثورات الإسلامية أيها الإخوة فيما يحكى من قصص السابقين أن الله تبارك وتعالى أحبط عمل راهب عبده 60 أو 70 سنة بتورطه في آخر حياته في فحشاء والعياذ بالله. غلبته شهوته، ابن 70 هذا ولا ابن 90 عاد، هو عبد الله 60 و70 سنة، عن أي سن بدأ الله أعلم، تورط في فحشاء فأحبط الله عمله. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا والعياذ بالله. طبعا لأنه نوع من هدر الإيمان، لا يفعل هذا الفعل رجل يؤمن بالله وأنه رقيبه، كيف يفعل هذا؟ لذلك في الحديث الصحيح في الصحيحين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وين؟ وين الإيمان؟ فأحبط الله عمله. ثم إنه ندم ندامة شديدة جدا جدا، ودخل النهر ليغتسل والعياذ بالله من نجاسة الفاحشة، وهي نجسة باطنا قبل أن تكون نجسة ظاهرا. فلما خرج وكان لم يأكل من ساعات طويلة، وقد أعد لنفسه قرصة رغيفا هكذا، فوجد امرأة فقيرة والدموع في عينيها تحمل يتيمها، فأعطاها القرصة. تختتم الحكاية بأن الله يبعثه يوم القيامة وقد أحبط عمله كله، لكن أدخله الجنة وأكرمه بهذه القرصة. أقصر طريق إلى الله الرحمة، الرحمة، أن ترحم الخلائق. أختم أيها الإخوة بسؤال وجوابه. طب إذا كنا مهيئين وكنا معدين وكنا مخلوقين ربانيا أن نرحم وأن نتراحم ونشعر بالآخرين، نحن مهيئون لكي نتعاطف هكذا تلقائيا، النفس اللوامة، لكن لماذا لا نفعل هذا حين تتاح لنا فرصة؟ أنا متأكد وأنا أولكم، كل واحد فينا تاحت له فرصة في يوم من الأيام أن يفعل الخير، أن يمد يد المساعدة، أن يمسح دم عن كذا، لكنه في مرات كثيرة فشل وتراجع، يندم بعد ذلك. لماذا؟ لماذا لا نفعل هذا دائما؟ لماذا لا نستجيب لطبيعتنا الإلهية في التراحم والتفاعل من غير بخل، من غير كزازة، من غير حسابات، هكذا بكل بساطة؟ لماذا؟ لماذا لا نفعل؟ أجاب العلماء، علماء علم الأعصاب الاجتماعي، هذه إحدى تجاربهم الرائدة العجيبة. أجروا تجربة أيها الإخوة على طلاب مدرسة برينستون اللاهوتية لدراسة اللاهوت، يعني هذول طلاب دين كلهم، طلاب دين. قالوا لهم طبعا على لسان إيه؟ على لسان الأستاذ المسؤول، تجربة طبعا مبهمة وإلا تفسد وتفشل غير واضحة. قال لهم الأستاذ المشرف على كل طالب اليوم، وعين إيه مجموعة منهم 7 8 10، على كل طالب أن يعد موعظة عن التراحم، كومبانشن، يعد محاضرة عن التراحم لكي يلقيها موعظة يعني. فأعد كل منهم نفسه، ولما جاء موعد الإلقاء ثاني يوم أو ثالث يوم قالوا لهم
الآن ستذهبون واحداً واحداً المبنى الآخر، وهناك جمهور في انتظاركم لكي تلقوا مواعظكم على جهة التدرب أو التدريب يعني. وأرسلوا لهم بين المبنيين بين البنايتين رجلاً بائساً فقيراً تلو عليه سيما العوز أيها الإخوة والشدة والبؤس، يتألم وينوح ويسأل. الآن الموعظة المعدة التي ستلقى بعد دقائق عن ماذا؟ عن التراحم. هذا التراحم، هذا موضوع التراحم. فهل توقف أحد هؤلاء الطلاب من دارسي الدين لكي يتراحم مع هذا، لكي يرحم هذا المسكين؟ الإجابة الصادمة: لا أحد، لا أحد. عجيب، مع أنهم مهيئون أكثر من غيرهم. لماذا؟ لأن موضوع الموعظة عن التراحم. لا أحد. هذا صدم قناعات العلماء. لماذا؟ ونحن مهيئون لهذا، وأدركوا هذا، هم أدركوا هذا بالفي في تبعهم، هذا أدركوا أنه يحتاج المسكين ينوح، يندم حظه وينوح البائس الفقير. العلماء وجدوا الجواب، قالوا الجواب لأننا نكون في معظم ساعات النهار والليل معجلين، في عجلة من أمرنا، دائما في عندنا شيء بدنا نعمله. ما عنديش وقت يا أخي، ما عندناش وقت، ما عندناش وقت حتى نتعاطف مع إنسان عبر التلفون نتكلم معه ربع ساعة 10 دقائق عن مشاكله، ما عندناش صح؟ والناس تدفع لقاء هذا التعاطف بالاستماع فقط، ترخيل ودانك هيك، يدفعون مئات اليوروات للمحللين النفسيين. معظم ما يفعلونه هم يسمعون، معظم الجلسة سماع، يعلق مثلا 4 جمل وينتهي كل شيء، يدفع 150 يورو هو هذا. بعض الناس يشكون، أحيانا تأتينا شكاوى شخصية، شخص جرب أن يتزوج 20 مرة دائما يفشل. في أسباب كثيرة، في أسباب كثيرة، لكن تتصدر قائمة الأسباب، انتبهوا، أمثال هؤلاء ربما مرشحون أكثر من غيرهم أن يكونوا دائماً مستغرقين في الحديث عن ذواتهم، عن أنفسهم. أنا وأنا 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 ودراستي وعلمي وأموالي وجمالي والنساء وأنا وأنت والرجال وكل العالم لا يحبون أمثال هؤلاء. أعطني فرصة أن أتحدث عن نفسي. هؤلاء يقولون هناك فحص تيست بسيط جداً يمكن لكل واحد منا أن يقوم به. حين تلتقي بشخص عد في ظرف نصف ساعة أو ساعة كم مرة، كم مرة أتاح لك أن تتكلم عن أناك، عن أنت أو أنت في مقابل كلامه عن أنا، أنا أنا أنا، كم مرة؟ اكتب هذا، وسوف ترى أنك أمام شخص متعاطف أو شخص لا يعرف معنى إيه للتعاطف والتراحم. هذا سبب. ذكرني هذا بالنكتة الشهيرة، ذكرتها مرة على المنبر، جورج برنارد شو الإيرلندي المسرح الشهير، كان مغرما بذاته أيضا. فالتقى بسيدة من سيدات الصالونات الفاخرة وجعل يتكلم معها نصف ساعة 40 دقيقة فقط عن نفسي وعن نفسي وعن رواياتي وعن أدبي وعن فلسفتي وعن مسرحيات التي مثلت هنا وهناك وعن جوائز التي حصدها وعن وعن وعن. ثم إنه شعر بنوع من الخجل، والسيدة تستمع إليه، إلى بلهته، إلى حماقة هذا الأديب الكبير والفيلسوف الشهير. قال لها: يبدو أنني بلغت قليلا قليلا في الحديث عن نفسي، جاء الآن دورك لكي تتحدثي، تفضلي حدثين عن آخر كتاب قرأته من كتبي. ما زال يدور حول نفسي، لم يستطع أن يخرج من سجني من شرنقته، حدثيني ولكن عن نفسي أيضا. لا، لابد أن نستمع للناس يتحدثون عن أنفسهم. استمع بصدق، انتبه. هناك كلمة الآن سكت قبل فقط سنين، يمكن 2-3 سنوات فقط في أمريكا، كلمة جديدة جدا، بزلت. بزلت وهي كومبينيشن يعني أو تركيبة توليفة من كلمتين، من بزلت ومن باست أوف، يعني إيه؟ من ألغز ومن تحير وارتبك. بماذا يصفون هذه الكلمة؟ يصفون بها ماذا أيها الإخوة؟ أو ماذا يصفون بهذه الكلمة؟ يصفون بهذه الكلمة الظاهر المشهور الآن في المجتمع العالمي، تجلس مع زميل أو مع صديق أو حتى مع زوجتك أو إلى آخره، ومعك طبعاً إيه في أمريكا البلاك بيري، ها؟ تلفون أو المحمول هنا من أي نوع، وكل شوية ترن وبتجاوب، ها؟ يعني هذا تنغيص وتنكيد ما بعده تنكيد، ها؟ وطبعاً أنت إيه؟ تدخل في نوع من الارتباك، أجاوب ولا ما أجاوبش؟ لائق ولا غير لائق؟ عشان هيك إيه؟ بيزلد، نوع من اللغز ونوع من الارتباك والحيرة. يلا نجاوب، ودائماً بتجاوب. قال لك ابتعد عن هذه الظاهرة، اخدم ما يعرف الآن باللحظة الإنسانية، اللحظة الهيومن، لحظة إنسانية. حين تلتقي مع إنسان تريد أن تخاطبه باحترام، تجلس معه باحترام لربع ساعة، أغلق المحمول. أغلقه لعنة الله عليه المحمول، أغلقه. ماذا سيحصل يعني؟ مش حتروح الصفقة ب$20 مليون، مش حتروح، أغلق يا أخي. ربع ساعة تكلم معي، ربع ساعة، انتبه. أعطني اهتماماً شخصياً ذاتياً، أنك ضحيت بشيء من أجلي، أنك مهتم أن تكلمني وأن تستمع إلي. هذه الحتة الإنسانية. نحن لا نتعاطف مع الآخرين مع أننا مهيئون، فقط لأننا ندور حول أنفسنا،
حول مصالحنا، حول ما يفيدنا. وهذا في الحقيقة يفسد إمكانية التعاطف المطبوعة في داخل خلايانا الدماغية، فالخلايا المرئوية يفسدها. فعلينا أن نتفطن لهذه الناحية. النبي عليه السلام، أنا شخصياً لم أقرأ عن شخص متعاطف من هذه الحيثية مثله صلى الله عليه وسلم، ويقولون هو أذن من كثرة ما كان يسمع ويسمع ويسمع ويسمع، يسمعك ساعات طويلة. هم قالوا إيش هالرجل هذا؟ هذا أذن، قالوا أذن بس، قم يسمع للناس. أذكى عباد الله، هذا الذكاء العاطفي، الذكاء الاجتماعي، هذا الإنسان الرحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك ذكر الله بعد ذلك أنه إيه؟ رحمة للمؤمنين في نفس الآية، صحيح؟ قال هذا التراحم، تراحم أن أسمعك، أعطي فرصة لك أن أسمع أي سخافاتك وهبلاتك ومعاناتك الفارغة أحيانا، بس لابد أن أسمعها لأنها معاناة، وهي سخافاتك صح، أو سخافات عندي بس عندك مش سخافات، هي مرائر، صحيح؟ ومصائب وكوارث. الحديث اللي أشرت إليه مرة، من عز مصابا فله مثل أجره. تتخيل واحد فينا راع على حلب اليوم وراع عز قريب أخونا إيه سمير اللي فقد 12 واحد 12 شخصا من أهله، ممكن فعلا تأخذ أجره؟ كيف يعني؟ ما تقول لك هذا غير معقول، هذه الأحاديث تبعت كلها هي غير معقولة. أنا أقول لك الحديث معقول وغير معقول. غير معقول بالمرة إذا فهمت فعلا أن الله سيكتب لك أجرا مثل أجره بمجرد قولك عظم الله أجركم، لله ما أخذ ولله ما أعطته، والسلام عليكم. مستحيل، كلام فارغ. فقد 12 شخصا من أهله وصبر، وصبر تعطى أجره بكلمة مثل هذه؟ النبي لم يقل هذا. سيقول أنا قلت لكم هذا؟ أنا قلت من عز مصابا، من عز، افهموها بحرفي، على حرفي الآن، كونوا حرفيين، كونوا ظاهريين. ومعنى عز مصابا أحدث في نفسه عزاء وسلوانا. كيف سأحدث عزاء وسلوانا في نفس إنسان فجع باثني عشر شخصا من أهلي حين يراني أبكي بصدق، بتعاطف، إمباثي، أبكي حقيقة أمامه، يراني مهزوزا، يراني في حالة صعبة جدا جدا جدا، وأبدأ آتي بالقصص والحكايات والآيات والأحاديث والأشياء حتى يحدث عنده نوع من الفرج الداخلي، نوع من العزاء والسلوان. النبي قال لي في هذه الحالة لك مثل أجره. إيه الحديث؟ مش ممكن أننا نحيل كل شيء في ديننا إلى طقوس، حتى هذه الأشياء الاجتماعية، لله ما أخذ ودد وتمشي، قال عندي مثل أجري، ماشي، مستحيل. وإنما من عز مصابا، تعزي، تحدث في نفسي عزاء بدموعك، بمواقفك، يقول لك مثل أجره إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه هي الرحمة. لذلك تنبهوا أيها الإخوة ألا نخطى على أنفسنا، ولا نفوت على أنفسنا فرص أن نتراحم وأن ننتهز هذه الفرص لكي تنمو إنسانيتنا أيها الإخوة، لكي نستثمر في ذواتنا، لكي نقترب من ربنا تبارك وتعالى. اللهم ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شر نفوسنا، وارحمنا برحمتك الواسعة، فإنك وسعت كل شيء رحمة وعلما. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم، في هذه الساعة المباركة، ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا أنت على قضائها بمنك وتوفيقك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، وما جنينا على أنفسنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وارحمهم كما ربونا صغارا، اجزهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات مغفرة ورضوانا، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالسعادات والخيرات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارحمنا في شهر رمضان، واغفر لنا ذنبنا كله في شهر رمضان. اللهم وأعتق رقابنا في شهر رمضان من نار جهنم، ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأولادنا وذرارينا وقريبنا وصديقنا ومشائخنا وأحبابنا والمسلمين والمسلمات بفضلك ومنك أجمعين يا أرحم الراحمين، إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من أفضاله يعطكم، وقوموا